ستكون أفضل من نظيراتها في العالم. مقاتلة الجيل الخامس التركية ستحلق قبل عام من الموعد المحدد. في مفاجأة سارة، أعلن المدير العام لشركة صناعة الطيران والفضاء التركية تيميل كوتيل أن الرحلة الأولى لمقاتلة الجيل الخامس الشبحية TFX-MMU ستكون قبل عام من الموعد المحدد لها مسبقاً، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن تنطلق المقاتلة عام 2025، ولكن تم تحديث هذا التاريخ إلى 2024. جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة المشاريع الدفاعية للقرن التركي في العاصمة أنقرة. وأشار كوتيل إلى أن 1300 مهندس من شركة توساش يعملون ليل نهار لإنجاز المهمة الصعبة، مبيناً أن المشروع يجري إنجازه بالتعاون بين عمالقة صناعات الدفاع التركية، أبرزهم شركة STM وهابلسان وروكيتسان والتوبيتاك، لتكون المقاتلة محلية بنسبة 100%، بما في ذلك محركها TF6000. وفي سياق حديثه أوضح كوتيل أن المروحية الهجومية أتاك 2 التي يجري تصنيعها حالياً وتزن 11 طناً ستكون أكثر تطوراً من أباتشي الأمريكية التي تعتبر الأفضل في العالم حالياً، مؤكداً أن عدد المهندسين الذين يعملون على إنجاز مشاريع الطائرات الوطنية سيتخطى 16 ألف مهندس بحلول نهاية العام القادم.